لماذا يغامر الانتقالي بأتباعه ويدخلهم في حروب غير ضرورية؟ ألم يحن الوقت ليدخل الانتقالي في مبادرة سلام لحقن دماء اليمنيين، خصوصا بعد فشل رهانه على الإمارات وخسارة أهم أوراقه في ادعاء تمثيل الجنوب؟ أهلا بكم. دعوة أطلقها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري لمن تبقى من قيادات ميليشيا الانتقالي في محافظة أبين للتسليم وحقن الدماء. دعوة حملت في مضمونها حضور الدولة الضامنة والحافظة لكرامة الناس وحقوقهم. فهل انتهت زوبعة الانتقالي وحان العودة إلى المعركة الرئيسية، خصوصا بعد إدراك الشارع الجنوبي أن ارتهان قيادة الانتقالي لم يكن إلا من أجل مصالح شخصية، وأن شعارات القضية الجنوبية لم تكن سوى وسيلة لخداع الجماهير؟ هل أدرك الانتقالي أنه أحرق القضية الجنوبية مرتين؟ مرة حين سلم مقاديرها لأبو ظبي، ومرة حين جعل من السلاح لغته في الحوار. في تحول سريع للأحداث التي عصفت بالمناطق المحررة خلال الأيام القليلة الماضية، عادت القوات الحكومية لفرض سيطرتها على شبوة، فيما لا تزال تتقدم باتجاه محافظة أبين المجاورة. السقوط السريع والمفاجئ لقوات الانتقالي في شبوة تبعه إعلان عدد من الألوية والقيادات العسكرية والأمنية في أبين ولاءهم للشرعية، وهما يجعل من المعركة هناك شبه محسومة أيضا. وهذا ما يجعل من قوات الانتقالي المدعومة إماراتيا تقف وجها لوجه مع قوات الحكومة على أبواب عدن التي استولت عليها قبل أيام. نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري دعا من تبقى من قيادات ميليشيا الانتقالي في محافظة أبين للتسليم وحقن الدماء، إلا أن تلك الدعوات قوبلت باستمرار التحشيد للقتال من قبل الانتقالي، ويتوقع المراقبون معركة حاسمة في زنجبار ما لم يكن هناك تراجع من أحد الجانبين بفعل تدخلات القوى الخارجية الدائمة للطرفين. وبالتزامن مع التقدم العسكري لقوات الحكومة، حظي الرئيس هادي بإسناد أممي تمثل في تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعمه للشرعية وأمن وسلامة ووحدة اليمن. معركة جانبية قد تبدو سريعة وخاطفة، إلا أن تكلفتها ستبقى ثقيلة على مختلف الأطراف، فيما يؤكد البعض أن الخاسر الأكبر هي القضية الجنوبية التي استهلكها المجلس الانتقالي في حروبه الخاسرة من أجل تثبيت أقدام المشروع الإماراتي في اليمن. وبعد أن ثبت للجميع أن من السهل الاستقواء بالخارج لتحقيق بعض المكاسب، وأن هذه المعارك الهامشية يمكن أن تتسبب بضياع كل إنجازات المعركة مع ميليشيا الحوثي، يبقى الوقت مناسبا الآن للشروع في حوار من أجل معالجة الإشكالات السياسية القائمة وإعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا المحلل السياسي خالد عقلان، وسينضم معه أيضا آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ خالد. مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام. أهلا بك. يقدم الانتقالي نفسه كممثل وحيد لسكان المحافظات الجنوبية في ظل صمت الغالبية، ولكن الآن الناس قالوا كلمتهم في شبوة مثلا وفي أبين، وظهر حجمه الحقيقي. برأيك ما الخطوة القادمة؟ ابتداء نريد أن نقول أن المجلس الانتقالي أسس ككيان من قبل الإمارات، وأريد من هذا الكيان أن يكون بديلا للسلطة الشرعية. التحالف العربي جاء لاستعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب، فإذا به ينشئ في الجنوب كيانا سياسيا يسحب البساط السياسي من تحت السلطة الشرعية. ثم بعد ذلك قامت الإمارات منذ عامين بتأسيس ميليشيات، هذه الميليشيات ذات نزعة مناطقية وذات نزعة عنصرية بغيضة، تريد أن تعود بالجنوب إلى ما قبل 67، قبل أن يصبح الجنوب في جغرافيا واحدة باسم جمهورية اليمن الديمقراطية.
بالتالي أرادت الإمارات من خلال المكون المجلس الانتقالي الذي كون ليكون بديلاً عن السلطة الشرعية والميليشيات التي أسست خارج إطار الجيش، أرادوا من خلال ذلك تفتيت الجنوب. لا يريدون، الإمارات لا تريد استقلالاً للجنوب ولا تريد جنوباً موحداً، إنما تريد أن يكون هناك ميليشيات تعمل بالوكالة من أجل يعني ضمان مصالح الإمارات التي تتقاطع، ضمان مصالح الإمارات في عدن وفي المناطق الجنوبية، منها السيطرة على مقدرات الشعب اليمني، منها السيطرة على المطارات، منها السيطرة على المواني وعلى الجزر. بالتالي ظهر الوجه الحقيقي لتحالف الإماراتي السعودي بأنه تحالف غدر وتحالف خيانة. لا يمكن أبدا أن يعني يستنتج اليمنيون بعد مرور 4 سنوات أو يثقوا مطلقا بأن هناك يعني إرادة حقيقية من التحالف العربي أنه سيعدل سلوكه. كشفت الأيام الأخيرة أننا أمام تحالف غدر باليمنيين، واليمنيون قادرون على أن يصنعوا الحداث، قادرون على أن يصنعوا التاريخ. هؤلاء الذين أتوا من غبار التاريخ، الذين الإمارات العربية المتحدة لا يبلغ عمرها عمر مسكوت أبو ولد، يعني 40 عام، هؤلاء لا يمكن أبدا أن يلتهموا اليمن، سيعودون إلى أدراجهم مهزومين مدحورين. نقول لهم أن هذه الميليشيات التي كونوها من أجل أن يفتتوا اليمن ويسيئوا للقضية الجنوبية التي هي قضية عادلة أساء لها الجنوبيون، بين قوسين لم يسيء لها الجنوبيين، هؤلاء المرتزقة الذين يسمون أنفسهم بالمجلس الانتقالي والذي هم وكلاء للإمارات، كونت هذه الميليشيات. والميليشيات هذه معروف مما تتكون، تتكون من عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي ومن السلفية الجامية الإرهابية الذي استثمرت فيها السعودية 40 عاما في ضرب مفهوم الدولة الوطنية في الوطن العربي. كذلك من مكونات المجلس الانتقالي يعني مجموعة من المأجورين ومن القتلة ومن أصحاب السوابق. معلوم أن من الذين مارسوا جرائم القتل ضد أئمة وضد نشطاء في عدن حوالي أكثر من 120 من الذين تم تصفيتهم خلال 3 سنوات، هؤلاء الذين تم صفوا من قبل عناصر في هذه الميليشيات التي تنضوي تحت المجلس الانتقالي. فبالتالي نحن أمام جرائم كبرى اقترفت تحت يافطة القضية الجنوبية باسم ما يسمى بالمجلس الانتقالي. هؤلاء يجب أن يكون هناك يعني محاكمات لرموز هذا المجلس المتطرف الذي يعمل بالوكالة ويعملون كمرتزقة من أجل الإساءة للقضية الجنوبية العادلة ابتداء، ثم الإساءة لليمن بشكل عام، ثم الإساءة للإنسان اليمني الذي يمتد تاريخ حضارته يعني لقرون ولآلاف السنين. فبالتالي نحن أمام لحظة تاريخية، يجب أن يكون هناك موقفا واضحا وصارما بعد جريمة الانقلاب التي أعقبها جرائم كبيرة جدا في عدن تحديدا بعد 8 أغسطس، وامتدت هذه الجرائم التي امتدت إلى النهب والسلب والقتل وأعمال خارجة عن القانون وعن الأخلاق. هذه الجرائم يجب أن يحاسب مرتكبيها ويجب أن يقدموا للعدالة، غير ذلك سنعيش دوامة كبرى إذا تم أو إذا وقعت الحكومة الشرعية في فخ دعوات الرياض للحوار الذي يزمع انعقاده في الأيام القادمة. نعم. للأسف سنتحدث عن ذلك، ولكن هناك أخبار بداية عن سحب آليات إماراتية من عدن. برأيك هل انتهى الرهان الإماراتي على الانتقالي؟ كما قلنا أن هذه الميليشيات ليس لديها عقيدة قتالية، هم مجموعة من المأجورين ومجموعة من الإرهابيين، وهناك بسطاء ومغرر بهم من يأتون من أجل لقمة العيش. هؤلاء كثير منهم انضموا إلى الحكومة الشرعية وأعلنوا ولاءهم لليمن الكبير. هؤلاء حينما تركت تحالف الدعم الحقيقي للجيش اليمني في 2017 وتم تشكيل ميليشيات موازية أو بديلة عن الجيش الوطني الذي كان يجب أن يهيئ وأن يدعم من أجل استعادة الشرعية ومن أجل القضاء على الانقلاب، انقلاب ميليشيات الحوثي في صنعاء الذي هو مهدد استراتيجي للأمن القومي السعودي وللسعودية تحديدا. نحن أمام مشهد مختلط، يعني هل انتهى رهان الإمارات على هؤلاء المرتزقة، أم أن هناك خطة بديلة، أم أن هناك يعني تبادل أدوار ما بين السعودية والإمارات؟ طبعا هناك يعني هدف استراتيجي يجمع السعودية والإمارات ضد اليمن، وهو أنه يعني لا يريدون يمنا ديمقراطيا ولا
يريدون يمنا تعدديا ولا يريدون يمنا مستقرا. هناك هدف استراتيجي يجمع هؤلاء يعني دول الطفرة النفطية، هؤلاء الذين حديثي النعمة الذين لا يستحقونها، لديهم هدف ولديهم حق تاريخي، هؤلاء الذين كانوا يعيشون في الخيام ليس لديهم أي أثر تاريخي، لديهم أحقاد تاريخية من اليمن، لكن نقول لهم أنهم يجب أن لا يعيشوا في وهم الخيمة ووهم وهذا الوهم التخلف، يجب أن يراعوا مسألة الأمن القومي العربي للجزيرة العربية بعد أن تم التفريط بالعراق وبسوريا. نقول وبكل وضوح أنه إذا لم يكن هناك استقرارا في اليمن، إذا لم يكن هناك يعني يمنا موحدا مستقرا، لن يكون هناك جوارا مستقرا. استقرار اليمن وتماسك ووحدة اليمن هو استقرار للمنطقة، غير ذلك سيكون هناك الخراب والدمار وسيلحق بهم، وليس لليمنيين ما يخسرونه، وسيخرجون مكسورين مدحورين. فاليمن عبر التاريخ هي مقبرة للغزاة. نعم، إذن دعنا نستضيف معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد جعفان الصبيحي الكاتب من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك. إذن أستاذ أحمد، ظل الانتقالي وميليشياته يتصرفون كقوة واحدة على الأرض، ولكن ليلة البارحة في أول عملية اعتقال نفذها بعد خسارته في شبوة تلقى مواجهة عنيفة من أبناء الحي وتطورت أيضا إلى اشتباكات. برأيك هل فقد الانتقاليون ورقة الرعب وفتح الباب أمام المقاومة الشعبية لإسقاط عسكريا، أم أنه ما يزال قادرا على فرض نفسه على السكان وقمع أي محاولة تحرر؟ المعذرة، لم أسمع السؤال جيدا. نعم، بعد السؤال. نعم، هل تسمعني الآن جيدا؟ نعم. بعد أن ظن الانتقالي أنه قوة وحيدة على الأرض أستاذ أحمد، برأيك ربما انكشفت هذه الورقة التي ظل يلعب بها بمجرد اعتقاله ليلة البارحة لمجموعة من الشباب ثار سكان الحي ضدهم، ربما تلاشت ورقة الرعب التي كان يلوح بها، هل برأيك فتح الباب أمام المقاومة الشعبية لإسقاطه عسكريا، أم أنه لا زال قادر على فرض سيطرته أو قوته وقمع أي محاولة تحرر؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. أولا وقبل كل شيء علينا أن ندرك جيدا أن المجلس الانتقالي كان من الممكن أن يكون جزءا من التركيبة السياسية إذا استطاع أن يخرج بمشروع سياسي، مشروع حزب سياسي يستطيع من خلاله أن يعبر عن رؤيته ويكون جزءا من التركيبة السياسية كما قلنا. لكن يبدو أن الانتقالي لا زال يراهن على قوة وحيدة وهي القوة العسكرية هذه، ولذلك هو الآن يقفز قفزة في الهواء دون أن يحسب حساب المستقبل، وبالتالي نحن أمام مشكلة عويصة يعني مع هذا المكون، مع المجلس الانتقالي. هذه المشكلة يعني انعكست على الوضع الجنوبي بشكل خاص وكذلك الوضع اليمني بشكل عام، وبالتالي هذه السلوكيات هي جزء من مشكلة العقلية التي تتحكم بالمجلس الانتقالي كمشروع يعتمد على القوة العسكرية، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إلا أن هذا السلوك البربري الذي يتمخض عن ثقافة المجلس الانتقالي سوف يؤدي لنا إلى مزيد من المشكلات، وهو في المقام الأول يسيء للقضية الجنوبية العادلة التي يعني منيت بالحظ الأوفر في مخرجات الحوار الوطني. إذن نحن أمام مشكلة ينبغي على الشرعية أن تتدارسها جيدا لطريقة التعامل معها، ليس فقط في القوة العسكرية كحل أو حل، ولكن هناك جملة من الإجراءات يستطيع الرئيس هذه وفريقه السياسي أن يعني يقوم بها بالتزامن مع استخدام أيضا القوة العسكرية الرازعة بكل السلوكيات التي يعني تصدر عن الميليشيات التي تتبع، تقول أنها تتبع للمجلس الانتقالي، لكن هذه التشكيلات الكثير منها لا يخضع حقيقة للمجلس الانتقالي بقدر ما يخضع للممول الإماراتي الذي يعني يريد منها أن تنفذ
أجندة خاصة بهم في اليمن، وبالتالي المشكلة هي مشكلة مركبة ومعقدة، وفي المقام الأول تتحمل هذه المشكلة السلطة الشرعية التي يعني تركت الفرصة ما يزيد عن 4 سنوات للإمارات العربية المتحدة حتى خرجت لنا بكل هذه التشكيلات العسكرية التي تسبب المشكلة المستدامة الآن. وهذا القتال هو طبعا تعبير عن بربرية الإمارات في فرض أجندتها بقوة عن طريق هذه الميليشيات العسكرية. نعم، برأيك أستاذ أحمد يعني ما زالت الدعوات للمجلس الانتقالي رغم خسارته التي مني بها في الآونة الأخيرة قائمة بأن يتحول إلى حزب سياسي وترك الجناح المسلح، لما لا يتحول حتى الآن؟ على ماذا يراهن بالضبط؟ في الحقيقة من المبكر جدا الحديث الآن عن يعني مكسب وخسارة وهزيمة وانكسار وانتصار وما إلى ذلك، لأنه المشكلة الآن تزداد تعقيدا مع مرور الوقت. المشكلة ترتبط أيضا بقوى إقليمية فاعلة يعني بشكل حاسم في المشهد اليمني، وبالتالي كما قلنا المجلس الانتقالي هو مرتبط بأجندة إماراتية هي التي تحركه بالريموت كنترول، والقيادات التي يعني هي الآن يعني تدعي بأنها يعني تتحدث عن القضية الجنوبية وعن مشروعية الانفصال وعن انها هي التي ينبغي ان يعني تتسيد في ارضها، هذا كله حديث يعني لا محل له من الاعراب في ظل استخدام هذه القوه العسكريه التي لا مبرر لاستخدامها الا لانها تتبع مشروع محمد بن زايد في تفكيك اليمن والاستحواذ على مقدراته و السيطرة على منافذه البحرية. نعم، يعني افهم من كلامك استاذ احمد وموانئه وجزره وكل هذا القضاء الجيوستراتيجي الهام الذي يعني تريد الامارات ان تعوض من خلاله. نعم. عن عدم قدرتها في تاثير على يعني على الاحداث في المنطقه، وبالتالي هي تريد ان تتكئ على جغرافيا اليمن الجنوبي بالذات حتى تفرض اجندتها ويكون لها صوت مسموع في العالم، وهي لن تستطيع فعل ذلك لأنها أقل من أن تلعب هذا الدور الكبير، والشعب اليمني بات يعرف هذه الأدوار المشبوهة وهو يقف الآن مع الشرعية الدستورية ضد هذه المخططات. والمجلس الانتقالي هو تقريبا يعني دخل في لعبة أكبر منه، وهو الآن يتورط وقفز قفزة في الهواء كما قلنا، ولن يستطيع أن يستوي على أقدامه مرة أخرى كما كان من قبل، لأنه يعني كسر بابا لم يعد يستطيع إصلاحه. نعم. برأيك هل كانت زوبعة وانتهت وحان الآن التفرغ للانقلاب السابق واستعادة صنعاء، أم أن الجراح ما زالت تنزف وبحاجة إلى تطبيب وتوقف أيضا عندها؟ نعم، هذا سؤال كبير صراحة، لكن نقول أنه يعني المشهد اليمني ممهور بالكثير من الأزمات والمشكلات، والمشكلة الأعقد الذي تناسلت إلى كل هذه المشكلات هي مشكلات التمرد الحوثي والانقلاب على الشرعية، وبالتالي يعني الشرعية لن تستطيع حاليا على المدى القريب أن تتفرغ بشكل يعني بشكل يسمح لها ويمكنها من يعني مناجزة هذا الانقلاب الحوثي، لكن الشرعية الآن وكل التشكيلات العسكرية التابعة لها تكتشف قدرتها على الفعل، وتكتشف أيضا أنها يعني أن لديها يعني قدرة قد نمت من خلال هذه السنوات رغم الصعوبات ورغم المشكلات التي حلفت، لكن هناك جيش وطني، هناك قوة كبيرة جدا يعني تتوافر عليها السلطة الشرعية، هي قوة القرار السياسي وقوة يعني السلاح الشرعي الذي ينبغي أن يستخدم بحكمة ويستخدم ليس لاستخدام القوة يعني لمجرد استخدام القوة، ولكن التلويح بالقوة حتى يعني تكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه على الخروج عن دائرة السلطة الشرعية، وبالتالي الآن هي تواجه هذا الانقلاب الذي حدث في عدن، وتقريبا يعني المؤشرات تدل على أنها
يعني الامور ان شاء الله ستصبح في صالح السلطه الشرعيه، ولكن هناك ايضا اشكالات كبيره جدا على المستوى المحلي والمستوى الاقليمي تلقي بظلالها الثقيله على المشهد. وربما تكون هناك نعم عوائق، لكن نحن امام مرحله جديده ستستطيع من خلالها الشرعيه ان تتغلب على الكثير من التحديات، خاصه في ظل يعني تباين مواقف يعني طرفي تحالف الدعم الشرعيه الامارات والسعوديه. المملكه العربيه السعوديه الان يعني بدات اكثر ثقه بالسلطه الشرعيه، وبدات يعني مواقفها تتباعد مع الامارات العربيه المتحده التي فعلا تريد ان تحدث الكثير من التمزق والفوضى، وكل هذا التمزق والفوضى الذي سيحدث في اليمن هو سيؤثر بشكل مباشر على الامن ومصالح المملكه العربيه والسعوديه، وبالتالي نحن امام تقارب كبير بين الرؤيه الشرعيه ورؤيه المملكه العربيه السعوديه، وهذه يعني الرؤيه سيكون لها يعني تاثيرات ايجابيه على عموم المشهد اليمني، سواء في التعامل مع الانقلاب الذي يحدث الان في جنوب اليمن، او في التعامل مع مشكله الازمه اليمنيه وعلى راسها يعني الانقلاب الحوثي بشكل عام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الكاتب عفوا احمد جعفان الصبيحي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عوده اليك استاذ خالد. استاذ خالد، يعني يرى الاستاذ احمد بان الانتقالي هو عباره عن لعبه بيد او يعني الامارات لا يتحرك الا بناء على تعليماتها المباشره، هل كان قاده الانتقالي يدركون مدى تأثير هذا الارتهان للإمارات على القضية الجنوبية، أم أن كل ما كان يعني هم هو مصالحهم الشخصية وما شعارات القضية الجنوبية إلى مجرد خداع للجماهير؟ ابتداء رمزي المجلس الانتقالي هم عيدروس الزبيدي وهاني بن بوريك. هاني بن بوريك أحد منتسبي تنظيم القاعدة وإرهابي معروف ومدرك ضمن قوائم الإرهاب، وعقيدته معروفة سلفي مدخلي ينتمي إلى القاعدة. وعيدروس الزبيدي معروف انتمائه، هو كان مسبقا أحد أوراق إيران في الجنوب، و يعني تلقى تدريبا لستة أشهر في الضاحية الجنوبية. فبالتالي ثم بعد ذلك حينما يظهر عيدروس الزبيدي وشلال وهاني بن بوريك يظهرون بالزي الإماراتي، ويظهرون وهم يحملون صور محمد بن زايد في صدورهم وزايد بن سلطان، فبالتالي هؤلاء فاقدين أصلا للهوية، ولن يكونوا يوما من الأيام معبرين عن ذواتهم أصلا، هم مجرد أوراق ومرتزقة وليس لديهم اعتزاز بذواتهم، فكيف بهم يعني فكيف يعني بحمل قضية كالقضية الجنوبية. فبالتالي نقول أن القضية الجنوبية ذبحت وانتهت تماما بفعل هؤلاء الصبية، هؤلاء المغفلين، كما ذبحت قضية صعدة بفعل جريمة انقلاب ميليشيات الحوثي. لم يعد لدينا إلا قضية يمنية كبرى، نحن أمام مشهد واضح يتشكل بشكل جلي. أسقطت صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وكان الممول الذي مول إسقاط صنعاء وأدواته واضحة جلية معروفة. الإمارات أنفقت ملياري دولار من أجل إسقاط صنعاء، وتغاضت السعودية وغضت الطرف السعودي عن انقلاب الذي حصل في صنعاء، وكذلك السلطة الشرعية كانت للأسف الشديد شركة فيما حدث من انقلاب في صنعاء. نفس القصة في عدن في 2019، في 10 أغسطس حصل نفس المشهد تماما، الذرائع نفس الذرائع وهي إسقاط الإصلاح وغيرها، وهذه الشماعة السمجة، وكذلك كما هو معروف يعني الذرائع الواهية التي من خلالها يعني تم اللعب على العقول. ونعرف أن الذي الانقلاب الذي حصل في 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 عدن هو كان استلام وتسليم، من هنا ندرك تماما أنه المعركة الأخيرة التي حصلت في شبوة تبين أن هؤلاء لا يمتلكون أي حاضنة شعبية، وتؤكد تماما أن سقوط صنعاء كان استلاما وتسليما، خيانة من الداخل. سقوط عدن قائد المنطقة فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، يعني بعد قبل يومين كان مع أحمد الميسري وزير الداخلية، وبعدها مباشرة كان مع رئيس المجلس الانتقالي. فبالتالي نحن أمام يعني مشهدا واضحا وجليا، لم يحصل قتالا حقيقيا في عدن، هناك يعني استلام وتسليم وخيانة من الداخل، مما يدل على أن هذه الميليشيات سواء كان ميليشيات الحوثي أو ميليشيات المجلس الانتقالي، كل هؤلاء لا يمكن أبدا أن يصمدوا في معركة حقيقية مطلقا.
خلال يومين استطاع الجيش الوطني بأدواته البسيطة وببساطة تسليحه أن يعني يحرر شبوة كلها 100%، وخلال يوم واحد يعني سيطر على 5 معسكرات. أنفقت الإمارات وبتصريح واضح أن لديها 90,000 من هؤلاء المجندين والمرتزقة والميليشيات المناطقية التي حينما أعلنوا انسحاب من عدن أن لديهم من سيعيدون الانتشار بطريقتهم الخاصة، ولكن انظروا كيف تهاوت هذه القوات رغم التدريب والإنفاق والتأهيل وكل شيء من هذه، إلا أنها تبخرت لأن هؤلاء لا يملكون عقدة قتالية وهؤلاء لا يملكون قضية، فبالتالي نحن أمام مشهد واضح أننا أمام ميليشيات يعني تم تسليم صنعاء لها في 2014 وأمام ميليشيات تم تسليم عدن لها في 2019 في مطلع هذا الشهر. نحن أمام يعني يجب على الحكومة الشرعية أن تعيد الاعتبار لذاتها وأن تعيد الاعتبار للشعب اليمني. ما يحصل في شبوة هو بداية لإعادة الاعتبار للقضية اليمنية الكبرى وسحب البساط من تحت من يريد لليمن الشر ومن يريد لليمن التمزق. نتمنى أن يكون هناك صحوة لدى الحكومة الشرعية وللسعودية على وجه الخصوص لأنها هي المستهدفة التالية، خاصة بعد التقارب الذي حصل الإماراتي الإيراني. يعني هذا ما يتعلق بالمشهد الجنوبي. أما ما يتعلق بالقضية الجنوبية، لم يعد هناك قضية جنوبية، هناك قضية يمنية كبرى. شبوة قالت كلمتها وأعادت الاعتبار للتاريخ، أعادت الاعتبار لليمن التاريخي، أعادت الاعتبار وكذلك يعني خلطت الأوراق حتى على التحالف وعلى الإمارات وعلى يعني مرتزقتها من رموز المجلس الانتقالي وغيرهم ممن يتاجرون بالقضية الجنوبية. إذا قلنا هناك استفتاء، شبوة قالت كلمتها وشبوة سكانها نفس سكان اليمن قالت كلمتها وبكل وضوح في يومين وطردت هؤلاء المرتزقة. عدن اليوم تنتفض، يعني هؤلاء لا يمتلكون حاضنة شعبية. عدن اليوم تنتفض ونحن نعرف أن ميليشيات المجلس الانتقالي ارتكبت جرائم منها الإخفاء القسري ومنها الاغتيالات ومنها الإعدامات الميدانية. هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تسلم عدن لهؤلاء الميليشيات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني تنكسر اليمن التاريخية أمام هذه الميليشيات وداعميها الذين أتوا من غبار التاريخ. نعم، إذا تسمح لنا أن ينضم معنا الدكتور علي العبسي الأكاديمي والباحث السياسي عبر الهاتف من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور دكتور علي. برأيك هل ما يزال لدى الانتقال القدرة على المناورة والحصول على بعض المكاسب أم أنه صار ورقة خاسرة؟ المجلس الانتقالي ما زال يسيطر على مساحات الأرض، ما زال يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن، ما زال يسيطر على محافظات الضائع ولحن جزء كبير من أبيان، وبالتالي يستطيع استخدامها في المناورة. المسألة ترتبط بمدى قدرته وإمكانية المناورة التي يمتلكها. هل القادة الانتقالي هم قادة سياسيين أو لديهم خلفية سياسية أو قدرة على المناورة؟ أنا لا أعتقد ذلك. أثبتت الأيام والتجارب مع المجلس الانتقالي أنه لا يمثل أي وزن سياسي حقيقي، هو عبارة عن ميليشيا، عن قوة مسلحة تنفذ سياسات أخرى، تنفذ سياسة الإمارات في الجنوب. أما أنها تتحرك بتلقاء نفسها أو لديها خطة أو لديها مشروع سياسي متكامل واضح الرؤية، لا توجد. لديهم مطالب فقط وشعارات يرفعونها، ولكن لا يوجد أي خطة أو رؤية حقيقية لتنفيذ ذلك على أرض الواقع. لكنه يمتلك أوراق، إذا إمراق حقيقية هو على أرض الواقع يسيطر على عدن، يسيطر على محافظة لحج، يسيطر على الضالع، يسيطر على ليلى، على على يافع. لديه قوات، هناك 10,000 من الجنود الذين تم تجنيدهم للمصلحة المجلس الانتقالي. هؤلاء يستطيع أن يناور بهم، هؤلاء يمثلون أيضا ورقة مهمة في يد المجلس الانتقالي، يستطيع أن يناور بها. السؤال هنا ليس هل لديه أوراق أو ليس لديه، السؤال هو هل هو قادر سياسيين على المناورة أو لا. نعم، إذن في حال خرجت مفاوضات جدة التي دعت إليها السعودية باتفاق يفضي إلى حصول الانتقالي على بعض المناصب، ألا يساهم ذلك في كشف الانتقالي أكثر وجعله فقط يلهث وراء مناصب سياسية في دولة تقول أنها محتلة فيها؟ أعطى المجلس الانتقالي كان ضمن الدولة، يعني هذا ليس جديدا. إذا دخلوا ضمن الحكومة القادمة فذلك ليس جديدا، هم كانوا ضمن الدولة. كان حجر الزبيدي كان محافظا لعدن، هاني بن بريك كان وزير دولة، أحمد بن بريك أيضا كان محافظا لحضرموت، شلال شايع ما زال مدير أمن عدن، يعني وظل فترة طويلة رغم أنه من العناصر المتطرفة في
في المجلس الانتقالي والمعروفه والتي كانت تنادي دائما بالهويه الجنوبيه وبالاستقلال واستعداد الدوله، ومع ذلك كانوا من نطاق الدوله. المساله ليست هنا، هم اعتقد يبررون دخولهم في اي او حصولهم على اي مناصب حكوميه بحقهم، هناك يتحدثون عن حق في المشاركه في الدوله، عن حقهم في المشاركه، عن حقهم في تولي مناصب، وهم يستخدمون هذه المناصب في تحقيق اهدافهم، في تحقيق المشروع الذي ينادون به، مشروع الدوله الجنوبيه ودول الجنوب العربي ما يسمونه بالجنوب العربي. ايضا علينا ان ندرك شيء اخر، ايضا المجلس الانتقالي لا يمثل ايضا حركه سياسيه او رؤيه سياسيه او اتجاه سياسي في الجنوب، هو يمثل حركه مناطقيه. المجلس الانتقالي اذا راينا، اذا دققنا في تكوين المجلس الانتقالي سنجد انه يمثل حركه مناطقيه تتركز في ثلاث مناطق فقط، يعني معروفه المارغه الضالع ويافع وجزء من لحجه. واذا المساله ليست متعلقه برؤيه سياسيه او ان المجلس الانتقالي ينتظر تاييدا سياسيا من نوع ما، المجلس الانتقالي يعتمد على الولاء المناطقي، على الولاء العشائري، على الولاء لفكره الانفصال. ما يمارسه ايضا من خطوات او سواء عن طريق مشاركته في مناطق الحكومه لا يهم المؤيدين يعتمدون على فقط على الانتماء المناطقي الذي او ولائهم المناطقي لقاده هذا المجلس. وبالتالي مسألة الدخول للحكومة من غيرها لن يؤثر ابدا على المجلس الانتقالي بالنسبه لمؤيدي. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الاكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. استاذ خالد، يعني يصر الانتقالي على السيطره على الارض بينما يطالب الحكومه بالخدمات، برايك ما سبب هذا التناقض الذي لديه؟ هو تناقض عجيب يعني وغريب. هم يريدون يعني ينادون ب استعادة دولة الجنوب والاستقلال وهذه الشعارات، ثم بعد ذلك يريدون من الحكومة الشرعية أن تعود لممارسة مهامها لتقديم الخدمات. فبالتالي نحن أمام مشهد مضحك مبكي في نفس الوقت. يعني هؤلاء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا رجال دولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا منتمين لهذه الأرض، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكونوا أناس أسوياء أخلاقيا وإنسانيا. يعني ما قاموا به من جرائم في حق أبناء عدن، هذه المدينة مدينة السلام، مدينة التعايش، مدينة السكينة، في حق أبنائها الذين وقفوا ضد ميليشيات الحوثي. هؤلاء لا يعد عن كونهم أدوات ومرتزقة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبنوا مجتمعا سويا، وهم أدوات خراب وتدمير، سواء تدمير للمشروع الوطني الكبير لليمن أو للجنوب الذي أساءوا إليه ودمروا هذه المدينة الجميلة التي كانت تحتضن رجال الأعمال وتحتضن التاريخ وتحتضن شتى أنواع الطيف السياسي. وهذه المدينة التي يعني اشتهرت عبر التاريخ بكونها مدينة تتلاقى فيها الثقافات تحولت عدن إلى قرية للأسف الشديد. وبالتالي يتحملون هؤلاء مسؤولية كبيرة، وأنا أعتقد أنه إذا تم استيعاب هذا الفصيل المتطرف في أي حوار في جدة أو في أي مكان ضمن الحكومة الشرعية أو ضمن الحكومة القادمة، نحن أمام جريمة كبرى. إذا كانوا ما قاموا به جريمة، وهي جريمة ترويع الآمنين من قتل ونهب وسلب وسطو على الممتلكات العامة والخاصة وممارسة أعمال العنصرية والقتل على الهوية، هذه جريمة كبرى يجب أن يحاسبوا عليها. أنا أعتقد أن الجريمة الكبرى ستكمن بأن يتم تبييض جريمة هؤلاء عبر الحوار معهم، لأننا سنفتح أبواب يعني أبواب لا يمكن أن تغلق من الفوضى. يجب إعادة تعريف ما قاموا به هؤلاء أنها جريمة إرهاب مركبة قاموا من خلال هذه عبر عمل عسكري خارج إطار مؤسسات الدولة وخارج إطار مؤسسات الجيش بالانقضاض على مؤسسات الدولة وترويع الآمنين وإغلاق السكينة، وارتكبوا أفعال ترتقي إلى جرائم الحرب. هؤلاء يجب أن يحاسبوا باعتبارهم مجرمين ويقدموا للعدالة ويقدموا للقضاء. أما أن يتم استيعابهم في حوار ويتم التحاور مع هؤلاء فهذه ستكون خطيئة كبرى. ننبه ونحذر الحكومة من أن تتورط أو من أن تقبل بحوار مع هؤلاء قبل أن يقدم رموز هذا المجلس المتطرف. يعني أنت ترى أن مفاوضات جدة قد تكون خطوة لتثبيت الانقلاب على هناك إشكالية، قد يكون هناك يعني ورطة أو يعني قد تبتلع الحكومة الشرعية الطعم وتقع في ورطة كبيرة جدا مستقبليا. يعني أن يتم التحاور مع هؤلاء هو تبييض لجرائمهم، يجب أن يحاسب هؤلاء ويقدموا للقضاء. أما أن يكون هناك حوارا مع هؤلاء فهذه يعني ستكون جريمة ستدفع السعودية يعني ثمنها، وستدفع
عاجلا، وستدفع الحكومة الشرعية ثمنها يعني في الوقت القريب، يعني ستفقد المصداقية في الشارع. نحن أمام انتصارات كبيرة تتحقق في الجنوب وفي شبوة وبفعل أبطال الجيش الوطني، بعد أن يعني انكشف المجلس الانتقالي بأنه عبارة عن عصابة تمثل كما يقال باللهجة الدارجة مثلث الدوم، الضالع ويافع، ولحق في مقابل شبوة وأبين وحضرموت والمهرة. يعني هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ممثلين أصلا لهذه المناطق الثلاثة، الضالع ولحق ويافع، لا يمكن أن يكونوا ممثلين لهؤلاء. فهناك أصلاء وشرفاء في يافع وفي الضالع وفي لحق، لكن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ممثلين حتى لهذه الثلاث المناطق، فكيف بتمثيل الجنوب؟ نحن أمام مجموعة من المرتزقة والمجرمين يعني والإرهابيين، حتى يجب أن لا يستوعبوا في حوار، يجب أن يحاسبوا يعني كمجرمين. أما الأفراد تتجد عفوا يعني لا يمكن التعامل معهم كمكون سياسي يعني يمثل الجنوب، لا يمكن التعامل معهم كمكون يمثل الجنوب، تعد جريمة في حق الجنوب. وأنا أعتقد أن الجنوبيين سيقفون، الميسري والجبواني ورموز الجنوب الأبطال والأحرار والشرفاء سيقفون، لا يعني مكون سياسي محاولة تمرير هؤلاء ليكونوا ممثلين للجنوب. مكون سياسي، حزب سياسي، يعني هل يمكن التعامل مع كذلك، أم أن تسميته وطبيعة الوظيفة طبيعته الوظيفية لا تسمح له بلعب دور كهذا؟ هؤلاء أصلا جماعة وظيفية تؤدي دورا مرسوما، تهدف إلى الإساءة للقضية الجنوبية وتفتيتها والإساءة إلى اليمن، وهم عبارة عن مرتزقة يتحكم بهم بالريموت كنترول من أبو ظبي. فبالتالي هؤلاء لا يمكن أبدا أن يكونوا مثل القضية الجنوبية، وليس لديهم ما يمكن أن نعتبره يعني شهامة أو مروءة ليعتزوا بهويتهم وبذواتهم. هؤلاء حينما يذهبون إلى أبو ظبي يعلقون صور محمد بن زايد والإعلام الإماراتي، فبالتالي هؤلاء يجب أن يحاسبوا كمجرمين وكمتطرفين وكإرهابيين. هاني بن بوريك لديهم ذكرة اعتقال من قبل الرئيس هادي، وهاني بن بوريك إرهابي ومجرم وقاتل، يجب أن يقدم للمحاكمة. أما أن يتم التحاور مع هذا المجرم فهي جريمة كبرى يمكن أن تقترفها الحكومة الشرعية، ستودي بمستقبلها السياسي وبمصداقيتها أمام الشارع اليمني. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا مدرم أبو سراج، نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ مدرم. مساء النور والسرور. أهلا بك أستاذ مدرم. كتبت عن انتفاضة الجنوب ضد الإمارات، ماذا يحدث بالضبط في المحافظات الجنوبية التي لا زالت تحت سيطرة الانتقالي؟ أول مرة قبل حوالي من ساعتين من هذا الوقت مجلس الحراك الثوري وبعض القوى الوطنية الجنوبية أصدرت بيان تطالب بالكشف عن مصير المناضل سالم الربيزي عبر الهيئة المركزية للحراك الثوري المختطف بسجون الإمارات منذ شهور. وحينما سقط في سجن بلحاف في شبوة، وحينما سقط سجن بلحاف نقلتهم الإمارات العربية، جنود الإمارات العربية وميليشياتها إلى سجون المكلا، يعني في ظروف لا أحد يعرفها ومصيرهم مجهول حتى الآن. نحن نطالب ما تسمى الحكومة الشرعية، وخاصة أنه مجموعة النخب التي تمت الانضمام لها، بالكشف عن مصير عشرات من الجنوبيين المختطفين في سجون الاحتلال الإماراتي في شبوة ونقلهم على عقالة إلى المكلة، بكشف عن مصيرهم، لأنه كثير من أهليهم وذويهم وأصدقائهم يبحثون عنهم وقلقين على ما مصيرهم، هل هم أحياء، هل هم أموات، هل هم في إطار التعذيب. هذا بالنسبة لإخواننا المعتقلين. أما ما يحدث الآن، الحراك الثوري تحديدا هنا في الجنوب كان وما زال يدعو جميع الأطراف الجنوبية المتقاتلة بالكف عن الاقتتال واللجوء إلى الحوار الجنوبي الجنوبي. نعم. هناك مخرج على مستوى الساحة، المخرج الذي أسقط معاشق وأسقط الولاية الرئاسية، هو ذات المخرج في تدهور الأوضاع، هو ذات المخرج الآن الأحداث الأخيرة الذي تجرأ في هذه الأيام، خاصة أمس أول أمس ما حصل في شبوة وأبيان، وهناك في حتى في عدن هناك في اقتتالات في بعض مناطق، ظهرت مجاميع تقول أنها تتبع الشرعية وتهتف باسم وزير الداخلية الميسري، كما حدث في فجر اليوم في الدار وفي المنصورة وفي بعض المناطق، وسقطوا للأسف فيها جرحى وقتلى، وكان في قتال واشتباكات مع بينهم وبين الحزام الأمني. نعم.
فالأحداث الآن الحاصلة هي عض بالنواجد على الطرفين أيهم، خاصة الطرفين الجنوبيين المتقاتلين، وهم جنوبيين الانتقالي وجنوبيين الشرعية، أيهم من سيقدم أكثر تنازلات للإمارات والسعودية، خاصة الجميع تابع الأحداث الأخيرة وما كانت أنه الإمارات كانت هي وراء كل الأحداث الجارية، وبشهادة البيانات التي صدرت عن ما تسمى الحكومة الشرعية وما قدمه ممثلها في الأمم المتحدة وطلب الكف عن دعم الانتقالي بالسلاح والمال والتمويل. وتفاجأنا أمس بصدور بيان مشترك ما بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية، تحمل الأطراف وتدعو الأطراف وبرأ الإمارات كأنها لم تكن، وكأنها ليس هي فاعلة بأي شيء. يعني نعم استاذ مدرم، عن هذا كيف تنظرون انتم في الحراك الثوري الجنوبي اليوم لما يحدث ومدى تاثيره على القضيه الجنوبيه؟ ما يحدث للاسف فلا يخدم القضيه الجنوبيه جمله وتفصيلا. ان الحراك الجنوبي وهو حراك سلمي وشهد له العالم وشهدت له المنظمات الدوليه وقرارات والامم المتحده، وكان قدوه للثوره الربيع العربي اقتدت في النضال السلمي. تحريف والتامر على الحراك باسم الحراك الجنوبي وتحويله الى جهه الى قوات مسلحه والى مقاومه مسلحه والى الاقتتال فيما بيننا، هذا للتاثير على الحراك. وانا اقول لك ان تلك الجهات لا تمثل الحراك، الاملس كان يطاردنا ويطارد جميع الناشطين وكان يزق بهم سجون، اليوم هل هو يمثل الحراك؟ ونحن الذي كنا في السجون لا نمثل الحراك. هاني بن بريك الجميع يشاهد خطبته الى الان موجوده في المواقع الالكترونيه ويقسم بالله ويكفر كان الجنوبيين، هل هذا الان يمثل الحراك ونحن لا نمثل الحراك؟ واحمد بن بريك وكثيرا من تلك القيادات، استخدام شعارات الحراك الجنوبي هي لتمرير ودغدغت عواطف الجماهير، والجماهير تنبهت لذلك لتمرير اجندات بعيده عن اهداف الحراك. الحراك كان وما زال حراك سلمي وقاعدة جماهيرية سلمية الذي تمثله، ولن يحيد عن ذلك، خاصة وأنه خياره في النضال السلمي حقق إنجازات أبرزوا على المستوى المحلي وأبرزوا على المستوى العربي وأبرزوا على المستوى الدولي، لماذا حد يبحث عن خيارات أخرى؟ وخياره الذي ينتهجه خيار ناجح وسليم. نعم إذن عليه الجميع. إذا شكرا جزيلا لك مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة أخيرة لك أستاذ خالد، وفي دقيقة أنت كرمت تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريوس دعمه لشرعية هذه وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن وكذلك العديد من البيانات الدولية. برأيك هل كل هذا سيدفع الإمارات للتوقف جديا عن دعم الانفصال وتمويل الميليشيات الانفصالية؟ ما صدر من موقف من الأمم المتحدة بالدعوة إلى الحفاظ على السيادة واستقلال وسيادة اليمن هو يعني هو ضمن وصلب يعني مهمة الأمم المتحدة في الحفاظ على سيادة البلدان، لكن نحن لا يمكن أن نعول على ما يصدر من تصريحات من الأمم المتحدة أو من هنا أو هناك، يجب أن نعول على الإرادة اليمنية الصلبة، ويجب على الحكومة الشرعية أن تلتقط اللحظة التاريخية شبوة الآن، التاريخ تستعيد اللحظة التاريخية شبوة التي كانت عاصمة لأوسان، يعني إحنا ما نتحدث عن شبوة، هي جغرافيا هي البيضاء وشبوة، هذه الجغرافيا جغرافية الشبوة والبيضاء ضمت أعظم حضارة وجدت قبل عشرة قرون، وهي حضارة أوسان التي كانت عاصمتها يهر. نحن نعتمد بعد الله عز وجل على الإنسان اليمني الأصيل، على العمق التاريخي، على أصالة الإنسان اليمني الرافض لمشاريع التقزيم، هذا الذي يمكن أن نعول عليه، وعلى الحكومة الشرعية أن تقف أمام هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي يستعيد فيها الشعب اليمني أمجاده. غير ذلك لا يمكن أن نعول لا على تصريحات من الأمم المتحدة أو من أحد، الشعب اليمني قادر على أن يحقق نصرا وقادر على أن يحافظ على سيادته وكرامته، والذين أتوا من أجل أن ينتقصوا سيادة اليمن أو يهونوا أو يتعمدوا إهانة الإنسان اليمني سيرحلون وسيندمون، واليمن عبر التاريخ هي مقبرة الغزاة.
إذا شكرا جزيلا لك المحلل السياسي خالد عقلان، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.